السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سيارة هوندا أكورد 4 سلندر غرقت في موية، أو بمعنى صح دخلت في موية. النصيحة دائما اللي أقولها يا شباب، إذا دخلت سيارتك في موية وانطفأت فلا تحاول تشغيلها. من الأساس نقول لا تدخل في موية، السيارة ما هي للغوص. لكن لو لا قدر الله حصل معك موقف مفاجئ ودخلت في موية وانطفأت سيارتك، لا تحاول تشغلها. طبعا دخول المويه للسياره راح يكون عن طريق الثروتل. الثروتل اللي هي دعسه البنزين اللي من الجهه الاخرى بيكون على قربه الهواء. قربه الهواء في بعض انواع السيارات لاحظوا مدخلها للاسفل، فراح ياخذ من اسفل السياره المويه، راح يسحبها وبالاخير يدخلها على الماكينه. السياره هذه الان لاحظوا ادخلنا قطعه منديل داخل الثلاجه، شوفوا ايش اللي راح يصير، مليئة بالماء، وفي نفس الوقت قد يكون الزيت برضو اختلط بالماء. فإيش لازم تسوي؟ لازم أول شيء تفك الثلاجة أو تشفط الماء بجهاز شفط من داخل الثلاجة. ثانيا تفك البواجي والكويلات، تفك البواجي والكويلات وتدق سلف للسيارة، راح تطلع الموية زي النوافير من هنا بدون بواجي، إلين تتأكد أنك فرغت جميع المياه اللي داخل المحرك. بعدها وش تسوي؟ تنزل زيت المحرك وتغيره، حتى لو لم يكن فيه ماء شغل السيارة. لو ما كان فيه ماء بعد ما تشغل السيارة دقائق ترجع تتأكد، لربما تجد فيه مع التشغيلة الثانية قليل من الماء. ايش تسوي بعدها؟ تغير الزيت. طبعا لاحظوا اصلا برؤية العين، شوفوا كيف الموية داخل ثلاجة المحرك. الموية هذه كفيلة بانها تتلف محرك سيارتك مع اول عملية تشغيل. احنا ما ندري العميل هل شغل السيارة او لا، فايش راح نسوي؟ راح ناخذ الاحتياط. أما لو كان شغلها قبل ما يجيب السيارة فأعتقد أنه المحرك يحتاج إلى فك. طبعا الفك أفضل، لكن إحنا راح ننظف ونضمن عملية التنظيف. اللي ما يمتلك الأدوات الكافية أفضل أنك تفك الثلاجة للخارج، ولا لا؟ يعني ما هو بس مصلح اللي بيشتغل في السيارة هذه؟ أنا كلنا تيم وفريق عمل، وأنا إيش شغلتي؟ يد واحدة. وأنا إيش شغلتي؟ أنت الحبيب قلبينا كلنا. أنا شغلتي في السيارة هذه أصور. لا والله أنت زين. تعال وريني إيش الحركات هذه. هذا سبيشال تولز، تمام؟ أيوة فاين. وعلى فكرة تصميم الثلاجة إن الموية كلها بتكون على الجنب هنا من تحت، ممكن يجيك تصميم الثلاجة يكون أكثر من فراغ. حلو. فالشفط ما يسمح، يعني بناء على تصميم الثلاجة نفسه نسحب ولا نفكها. طيب وإذا تفتت الفاين جوا؟ لا ما يتفتت. ليش؟ كيف أضمن؟ أنا ترى اليوم ناشب لك، أي معلومة تقولها؟ تفتت معك حاجة؟ طيب بس ما طلع بنزين. كيف؟ خلاص أنا شافته، بص للثلاجة، حتى بقايا الزيت ما عاد فيه. اللي ناتج عن التبخير. أها. يعني أقدر أفهم منك تقدر تغسل الثلاجة بدون ما تفكها؟ أيوه. وزيت. أنت شكلك حركات نصكم. يعني شوف، خليني أقول لك حاجة، أنا اليوم كذا نبغى نقاش ودي جميل. طبعا شوف لحظه يا ابوي لا تقاطعني. انا في بعض المعلومات لربما اعرفها، وفي بعض المعلومات لا نتعلم منك دوما، بس عاجبني السهل الممتنع، حركات نصكم الخفيفه هذه. والله مش هنكلف العميل برضه، يعني انتهى الوضع. وفي نفس الوقت لو فكينا محتاجين وجه للثلاجه. اها تمام. وعندك ليات ناشفه بس هل تضمن نفس الجوده؟ اضمن مليون في المية. مره حنشوف تشتغل السياره ولا ما تشتغل. انا ابغاك الحين تصور الثلاجه، لا تفاجئ قطره مويه بحق. لا انا شفت الفاين ما هو مطلع اثره نهائيا، ومن الداخل ما في شيء. الكاميرا سكوب كمان حتعطينا، لكن من الواضح ما بقى اي شيء. وفي شغله كمان تدري ايش هي؟ المويه لما جلست فتره في الثلاجه بوشت الدهون كلها، سقطتها كلها. يعني الحين يعني كويس، يعني هو يعتبر خط تنظيف ثروتل، تنظيف ثلاجة، ثلاجة كذا مجانا. احنا شفطنا ولمعناه بالبنزين والفاين، خلاص انتهى الوضع. يلا نشوف الخطوة اللي واللي بعد. خايف من موضوع الفاين هذا، في فاين يجيك متين اسمك شوي. ايوه اسمك من هذا، لكن انا ماسكه من فوق بحيث انه ما يمدي يتقطع المنطقة هذه كلها. ورينا المشبك هذا، ورينا المشبك هذا، خلي الناس تستفيد. لا تلقط اصبعي، روح. جميل جدا. هذا من وين اشتريته هذا؟ من جدة. من وين؟ من جدة. سأسوي لهم دعاية مجانية. من بني مالك. بني مالك. إيه. تعرف اسم المحل؟ لا والله نسيت. كم دفعوا لك؟ مين؟ ولا حاجة. وبعد ما انتهوا الشباب من عمليات التنظيف كاملة، شبكنا السيارة على الشاحن،
وبنحاول نشغلها الآن ونقول إن شاء الله. شغل. يمكن ملاحظين كيف إنه السيارة كأنها ضعيفة مع إنه شابكينها على الشاحن. أحياناً الشنابر قد تكون متأثرة من الماء، ولكن بنحاول مرتين ثلاث أربع نتركها تشحن لعل وعسى. صارت كأن صوتها أفضل الآن، ونقول يا كريم. هذه لا تكة. طبعا كل شوية نترك السيارة عشان السلف ما يسخن، لكن خليني أشوف يمكن البركة فيه. دوري أشغل الحين ما في أحد. والله البركة حقتي ما دقت سلف. لا 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 لا، لا تسيئون الظن، الشاحن المرة هذه وقف، الشاحن بنفسه سخن، فهنخليه طافي شوية لين ما يبرد ونشحن البطارية على هدوء أكثر ونرجع ندق سلف. قصدكم أني بقعد أحاول لين تشتغل السيارة وأقول لكم اشتغلت؟ لا، لازم تعيشون معاي الجو. يلا اشتغلت اشتغلت، باقي واحدة. آخر مرة. واشتغلت السيارة بفضل الله. طبعا لمبة البطارية مولعة لأنه فيه السير بفاكينه، لأنه كان فيه واحدة من البكرات كمان مصلبة. ومثل ما شفتوا بفضل الله اشتغلت الهوندا وتسلمت لصاحبها مستقرة تماما. طبعا للأسف كنت ناوي أصور اليوم الثاني وأنا أجرب السيارة بعد ما اشتغلت تماما، ولكن جيت المركز والشباب قد سلموا السيارة لصاحبها. طيب، هل كل مرة تغرق سيارتك في موية أو يدخل ماء داخل المحرك لأي سبب ممكن تسوي نفس الحلول وتضبط السيارة؟ طبعا لا، هذا الأمر يعتمد على أمر مهم جدا، إنك ما حاولت تشغل السيارة بعد ما دخلتها الماء. إذا حاولت تشغل السيارة أنت هنا قللت فرصة نجاة محرك سيارتك. فدائما النصيحة اللي قلتها في أول الفيديو وأعيدها في آخر الفيديو، لا تحاول تشغيل محرك سيارتك بعد دخول الماء لداخله. مباشرة انقلها الورشة، خليهم يسوون عمليات الصيانة، وبعد كذا تشغل السيارة. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو، ولا تنسونا دوما من دعائكم. انشروا الفيديو لكل أصحابكم وخصوصا المهتمين بالسيارات، وفي أمان الله. مثل ما تلاحظ أخوي أحمد، مشيت فيها تقريبا 200 كيلو، الحمد لله ما في لا ارتفاع الحرارة ولا في أي مشاكل. كذلك حاولت أشوف التهريب الماكينة وموضحة، ما حصلت أي شيء، أمورها تمام الحمد لله والشكر. حقيقة أني أشكرك أنت ولجميع أخوياك على الشغل والجودة والإنجاز، وكذلك السعر. حقيقة الواحد يفتخر أنه يعمل عند مثلك وشرواك. بيض الله وجهك، هذا اللي بقوله. علامتين هذه الظاهرة بناء على فحصك أنها يحتاج لها تغيير للحساس، وبتروح بإذن الله. أنا بتروح بإذن واحد أحد. أنا شاكر لك صراحة أخوي أحمد، بيض الله وجهك ورحمة الله والديك.